باللي العمليه راهي مازالت متواصله، لان احنا ان شاء الله في بدايه جانفي من عقد جلسه العمل باش نحضروا عمليه 25، لان من بين السكن العمومي الايجاري احنا الولايه استفادت ب 84,000 وحده سكنيه، استهلكنا منها الجزء الكبير، ولكن لقاتنا اكثر من 30,000 وحده مازالت في الانزاج ومازالت قابله للتوزيع. 30,000 وحده سكنيه معناتها مازال كاين خير. واش برك حنا الشيء اللي نطلبوا من المواطنين يقدموا الطعم نتاعهم ويقدموا الاحتياجات نتاعهم بهدوء. حنا لحد الساعه اشتغلنا بهدوء، لهذه نجحنا في العمليه بهدوء ممكن جدا بالرزانه والهدوء. ندرسوا من اللي فات وكل اللي عنده حق ان شاء الله نضمن حقه وضمن ربي سبحانه. انا ماناش هنا باش ندير حقوق الناس، انا هنا باش نسهلوا باش كل واحد اللي عنده حق يدي حقه. اكثر من هذا بدي نذكر الاخوه الصحفيين وبلغوا عني باللي كاين خليط اسراء على مستوى الولايه متكلفه بها اطاره ساميه معينه بالمرسوم الرئاسي وهذا محمدي راهي في الاستماع، وعند الخليط هذه الوسيط الاداري في الولايه زيادة على المقاطعات الإدارية وما يشبه ذلك. راه كل يوم نستقبل المواطنين، كل يوميا رانا في الاستماع لانشغالات المواطنين. اللي عنده أي حاجة يجي يطرح القضية نتاعو ندرسوها، واللي عنده حق يدي حقه. المدة الأخيرة مثلا جات عائلة كانت تقطن في خيمة في باب الواد، وشاو لعند مدام محمدي بعد ما درنا التحريات لقينا كانت في الخيمه سكناها فورا، ما كان حتى اشكال. كل اللي عنده حق يدي حقه.